أخيراً وأخيراً أخذنا الدرع. يا ربي لك الحمد، بعد 20 سنة خذيناه بذراعنا. جمهور القادسية، جمهور الكويت، خلاص تعبتوني، خلاص الحين بالمنصورية. وتعالي هاي، تعالي هاي الدرع الحوت. الرسالة كانت واضحة من يوم لعبتنا بكأس الأمير ضد نادي الكويت، ناقصين لاعب وخذينا البطولة. ما نحتاج لا تخاذل، ولا نحتاج فريق يخسر نفسه، ولا نحتاج فريق يفوز نفسه. هذا الزعيم ورد، حق اللي عاجبه واللي مو عاجبه، يظل الزعيم زعيم. يمكن أول دوري تشوف هذا مع العربي. إي والله أول دوري الحمد لله، بس إن شاء الله الجاي أكثر، إن شاء الله ناخذ السنة الجاية واللي بعده واللي بعده، ونشوف هالجمهور هذا يفرح، وإن شاء الله ناخذ كأس الأمير. مو شيء جديد على العربي. صار لكم 20 سنة. ما يخالف، بس موجود العربي قاعد يتطور من زمان يعني. هذا الخضر، شوفوا الفرحة، الكويت كلها فرحانة. ناس ثانية تاخذ الدوري مساكين ما حد درى عنهم، ترى الحين الكويت كلها فرحانة. مسيرة واليوم دقدقة ليش الصبح. عادوا في شغلة شنو، انه طول الوقت نحضر المباريات، سبحان الله ما صار من نصيبنا ان ناخذ الدوري، وقت كورونا واللي ماكو جماهير خذينا الدوري الحمد لله. اتوقع شنو السبب؟ يمكن تحضرون ما خذيت الدوري. اتوقع ان احنا نحس، اتوقع الامانة يعني سنين حضر ما قاعد ناخذ الدوري، فالظاهر احنا النحس. من بعد هالغياب صدق فرحة يعني، شايف الجمهور ما شاء الله. ما حد مصدق والله. فرحة كبيرة. أول شيء مبروك للكرة الكويتية لعودة زعيمها وبطلها العربي. واليوم هذا الاحتفال مو احتفال جمهور النادي العربي، للكرة الكويتية بشكل عام، لأن قومة العربي هي قومة الكرة الكويتية. وأقول ألف مبروك لجماهير النادي العربي، وإن شاء الله الخير ليه قدام بإذن الواحد أحد. أقول حق النوادي الباجة يعدلون فرقتهم الموسم الجاي، غيبوا لهم محترفين جدد ومدرب جديد، لأنه ما يفيدهم. هذا الدوري خذيناه من غير خسارة، عشان يقول قاعد نتخاذل، احنا خذيناه من غير خسارة. العربي زعيم وراح يبقى زعيم للأبد. وأنا قاعد غساوية واسمي جاهز البلاستيكي أول بعد مباراة الشباب. ناخذه بذراعنا، ما نخلي فريق ياخذه. احنا العربي الزعيم، شوف الشعار، شوف الشعار، شوف الشعار. هذا الزعيم، هذا الزعيم، مو الكودري ولا الدياي. يا دياي يا دياي يا دياي يا دياي. مبروكين الفوز، واخيرا خذيت الدوري. مو اخيرا حبيبي، زمان ما اخذين الدوري. هذه مو غريبه. ها؟ العربي إيه؟ ذهب، يمرض ولا يموت.